متابعه كنتابع بحال بحال الناس في الاخبار ولا غير ذلك. ملي كنبغي نعرف معلومه اكثر كاين المواقع دابا ولا متوفرين فيهم القوانين داكشي. الاشكاليه تيكون في تحليل المعلومه، داك المعلومه واخا تعرفها عثرت ما تفهمهاش مزيان. كندير عندي واحد الناس تنطلق معاهم بزاف، دي زيكونوميست اصدقاء فهمتيني، الناس السياسيين الى غير ذلك، تتريح معاه تتفهم الموضوع بشكل اخر وكتكون واحد الراي على حسب الموضوع. مثلا التحليل الاقتصادي كنمشي نريح مع اقتصاديين، التحليل السياسي كنريح مع السياسيين، كل واحد القانوني كنريح مع محامين وصحاب اصحاب المحاماه، كل واحد وكنشوف التحاليل وتنجمع بالمنطق وتنقول كنكون واحد الراي. دابا هذا سؤال قاصح، سؤال فلسفي صراحه، لانه الفصل هو الاتيك اعتقد، هو الاخلاق، هو الا كان تاثير كيؤدي لواحد الوازع اخلاقي عند الناس فرايي انا راه تاثير ايجابي، والعكس الا كان تاثير اللي كيدير واحد الوازع اخلاقي سلبي عند الناس كيخليهم يضروا انسان اخر، فانا اعتقد انه تاثير سلبي. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.